أهلا بكم من جديد مشاهدينا. كنا نتحدث عن التطورات في الأسواق العالمية وتحديدا يعني أبرز ما نراقبه لهذه أو هذا الأسبوع هي بيان التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. ننقل هذا المشهد لأحمد عزام محلل الأول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي. أهلا بك أحمد. ربما البيانات الأبرز يعني هي بيانات التضخم، وكنا شاهدنا البي بي آي في وقت سابق والأرقام كيف استقبلتها الأسواق. نوعا ما شاهدنا تحسن في مزاج شهية المخاطرة، برأيك إلى أي مدى مستمرة معنا في ظل الترقب والتوقعات بأننا قد نشهد تراجع بالنسبة لمعدل التضخم في أمريكا؟ صباح الخير رندا وسالي. نعم، فيما لو نظرنا إلى المعنويات الأسواق، مشاعر الأسواق، نعم بكل تأكيد مشاعر الأسواق تميل إلى أن أرقام التضخم قد تسجل بعض التباطؤات، لكن التباطؤات الحاصلة في الفترة الأخيرة عندما وصلنا إلى القاع التضخم عند 3% على ما أعتقد بات ينبئ بأن هناك موجة تالية بالنسبة لأرقام التضخم. 3% هي القاع المسجل أخيراً، متوقع اليوم أن يسجل أرقام التضخم بعض التباطؤات من 3.7% إلى 3.6%، لكن بكل تأكيد عندما ننظر إلى حيثيات والمعطيات المتواجدة حالياً، أرقام أو أسعار النفط كانت قد سجلت بعض الارتفاعات، فقد تكون ضاغط أساسي بالنسبة لأرقام التضخم في الفترة القادمة. حتى لو أخذنا السيناريو الإيجابي 3.6% وتباطؤ أرقام التضخم 3.6%، على ما أعتقد على الفدرالي الأمريكي السؤال نفسه، على ما أعتقد هو السؤال القادم، سعر الفائدة الحقيقي. سعر الفائدة الحقيقي هو سعر الفائدة ناقص أرقام التضخم 5.5% ناقص 3.7%، فنحن عند 1.8%. فعلى ما أعتقد لا يزال هناك بعض أرقام التشددية والتي قد تعطي بعض الأرقام لارتفاع أسعار الفائدة. 2% تكون هي مستويات للفائدة الحقيقية، مستويات جيدة بالنسبة للناحية الاقتصادية. الجدير بالذكر هنا أن المخاطر بالنسبة للفدرالي الأمريكي كما ذكر بالأمس في بيانه لا تزال واجدة، لا تزال موجودة في حيثيات البيان في الأمس عندما ننظر إلى المخاوف بالنسبة لأرقام التضخم من جهة، مخاطر أرقام الركود، الحذر كما ذكره الفدرالي الأمريكي في التحركات القادمة. فعلى ما أعتقد عند مستويات التضخم عند 4%، عندما نصل إلى 4% قبيل شهر 11 شهر نوفمبر في اجتماع القادم، فلذلك ورفعت فائدة على طاولة الفدرالي على ما أعتقد مقارنة بالسعر الفائدة الحقيقي قد تكون متواجدة. نعم أحمد، يعني أيضا تابعنا بيانات التضخم من أكبر اقتصاد في أوروبا في ألمانيا هذه المرة اللي عم بتراجع لأدنى مستوياته منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية. برأيك هذه المرة أيضا كيف ستكون مؤشرات للمركزي الأوروبي في اجتماعه المقبل بالنسبة لقرار الفائدة مع التباطؤ هذا الذي نشهده في معدلات الفائدة اللي عفوا في معدلات التضخم؟ نعم في ألمانيا عفوا. نعم سالي، عندما ننظر إلى أرقام الاقتصادية بالنسبة لأوروبا قد تكون مختلفة بعض الشيء عندما نقارنها في الاقتصاد الأكبر، اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، من ناحية النمو، ناحية أرقام التضخم، حتى أسعار الفائدة 4% تعتبر أسعار فائدة مرتفعة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فلذلك على ما أعتقد وكما ظهر في الفترة الأخيرة من نبرة أعضاء البنك أوروبا، واضح جدا أن الرفعة الفائدة الأخيرة هي الرفعة الفائدة قد تكون الأخيرة في دورة تجديد السياسة النقدية بالنسبة لبنك أوروبا، خاصة مع تراجعات طفيفة بالنسبة لأرقام التضخم ووصول النمو في الاتحاد الأوروبي لنمو مسطح قرب المستويات الصفرية في الفترة الأخيرة لعدة قراءات متتالية. فعلى ما أعتقد المخاوف من أن نصل إلى مرحلة ركود وأن ندخل مرحلة الركود التضخمي قد تطفو على سطح البنك أوروبا في الفترة القادمة، فتثبيت الفائدة قد يكون وجهة جيدة بالنسبة لبنك أوروبا على ما أعتقد في الاجتماع القادم. لما لا أن تكون هي نهاية دورة تجديد السياسة النقدية لو تم السيطرة على أرقام التضخم في الفترة القادمة وأرقام النمو استمرت بالمسيرة الأخيرة في الفترة الماضية. طيب أحمد، برأيك في ظل هذه التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة مع استمرار التضخم، إلى أي مدى هذه التطورات قد تغذي الملاذات الأمنة وعلى رأسها الذهب مثل ما شاهدناه؟ يعني برأيك ما هي المستهدفات التي قد نشهدها الفترة المقبلة بالنسبة للذهب؟ نعم رندا، عندما ننظر إلى ما يحدث حاليا من توترات سياسية على أراضي فلسطين المحتلة، عندما ننظر إليها تماما، فعلى ما أعتقد الملاذات الآمنة قد تكون واردة جدا.
عوائد السندات الأمريكية عند تسجيل انخفاضات على ما أعتقد أعطت بعض الإشارات إلى أن المستثمرين يتجهون إلى أسواق الدخل الثابت شراء السندات من الناحية الأولى. نعم أيضا رندا أتفق معك تماما بأن أرقام الذهب قد تسجل بعض الارتفاعات بالرغم من أن مستويات المقاومة الحالية مستويات قوية جدا من مستويات 1880 إلى مستويات 1900 هي تعتبر مستويات مقاومة فنية جيدة، لكن اختراقها مع ارتفاعات التوترات الجيوسياسية على أراضي فلسطين المحتلة قد تعطي بعض الاندفاعات للملاذ الآمن. بكل تأكيد الذهب وحتى السلع الأخرى النفط تحديدا قد تكون وجهة بالنسبة للمستثمرين في الفترة القادمة. النفط بكل تأكيد ليس ملاذ آمن، لكن المخاوف من إغلاقات مضيق هرمز فيما لو استمرت التوترات الجيوسياسية وهو الشريان النفطي في الشرق الأوسط قد يكون ويعطي بعض الانطباعات لإمكانية ارتفاعات أرقام النفط. وبكل تأكيد الملاذات الآمنة على رأسها الذهب، وقد يكون في وجهة الهرم وفي مقدمة الهرم على ما أعتقد هي السندات الأمريكية في الفترة القادمة. رندا، نعم، كل الشكر لك أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي على وجودك معنا.